وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإني في هذا الدرس أبتدئ بشكر الله جل وعلا كثيرا كما أنعم كثيرا، ثم إني أثني بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم إني أذكر بعظم شأن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. ونشهد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يوم أنزله، لم يتغير فيه شيء، ولم ينقص منه شيء، ولم يزد فيه شيء، حفظته الأمة بحفظ الله جل وعلا له وحفظ الله جل وعلا له. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا للقرآن حفظ كوني وحفظ شرعي. أما الحفظ الكوني فهو أنه سبحانه جعله محفوظا لا يزاد فيه ولا ينقص إلى أن يسرى عليه قبل قيام الساعة فلا يبقى منه في المصاحف شيء. فحفظه الله كونا، يعني أقام الوسائل والسبل على حفظه كونا سبحانه وتعالى. فلم يزل الصغار يحفظونه، ولم يزل الكبار يرددونه، ولم يزل العلماء يتلونه ويتعلمونه، وهكذا إلى ما شاهدنا في هذا الزمن وفي كل زمن. بل حفظ بأحرفه التي أنزلها الله جل وعلا، الأحرف السبعة التي أنزلها الله جل وعلا، بما في مجموع القراءات السبع والعشر وما صح من القراءات بمجموعها. وواجب علينا أن نكون حافظين للقرآن من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، وحفظنا له بحفظ حروفه وحفظ معانيه وتدارسه وتناقل ذلك في الأمة بين الخاصة والعامة، وبين أهل العلم وطلبة العلم وفي الناس. ولذلك كان من اللوازم أن يكون العلم بالقرآن والعلم بتفسيره محمولا لكل طالب علم، يعلم كيف يقرأ كتاب الله، ويعلم كيف يفسر معانيه، ويعلم كيف يؤدي تلك المعاني بلغة أهل العلم التي توارثوها، بلا اجتهاد ينقض معانيهم التي أقاموا عليها القرآن العظيم. ومن هذا الدرس اليوم في أنموذج للتفسير والتعاطي مع فهم كلام الله جل وعلا في تفسير سورة ياسين. وسورة ياسين سميت بهذا الاسم لأن مفتتحها
هذان الحرفان ياء وسين، فياء سين هما حرفان من الأحرف أحرف الهجاء المعروفة التي منها كلمات القرآن والتي منها كلام الله جل وعلا. فالياء والسين هنا هي من مثل الألف واللام والميم في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وكاف حاء ياء عين صاد ونون وقاف وصاد إلى آخره. فهذه الأحرف أهل العلم نظروا فيها عدة نظرات ونتج منها أقوال كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم وهو سيبويه في كتابه الكتاب جعل لها بابا خاصا، باب أسماء سور القرآن، وأن هذه المفتتحات أسماء للسور، وذلك أخذا منه لما أخذه النحوي حتى تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه. وأهل العلم لهم فيها أقوال كثيرة معلومة عندكم، والذي يترجح ويعلم بدليله وبمقاصده أن الياء والسين حرفان من أحرف الهجاء يشير بهما الله جل وعلا إلى أن هذا القرآن من هذه الأحرف من أحرف الهجاء، وأنكم أيها العرب الذين تحدوا بالقرآن وأنزل القرآن عليهم أنهم مخاطبون بهذه اللغة التي يعرفونها، ومع ذلك فإن هذا الكتاب الذي من هذه الأحرف الألف واللام والميم والعين والصاد والياء والسين والنون والقاف إلى آخره، هذه هي أحرف كلامكم وهي أحرف كلام الله جل وعلا، ومع ذلك تعجزون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك وقع التحدي والإعجاز من الله جل وعلا للناس بل للإنس والجن في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني بمثله كله، أو أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أو أن يأتوا بسورة من مثله، مع أن في السور قصار وفيها طوال، وأن في العشر آيات طوال وفيها قصار، ومع ذلك عجزوا وردوا أنفسهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولفظ الإعجاز الذي يتداول وتداوله العلماء بعد القرن الثالث لفظ محدث، لكن لا بأس باستعماله لأنه يرد في معنى صحيح، وهو المعنى الذي جاء في آية سورة الإسراء: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الذي وقع به التحدي، أن يأتوا بمثل كلماته ومعانيه. وإعجاز القرآن أهل العلم فيه، العلم باللغة وبالمعاني وبالعقيدة، على أن المعجز ما هو؟ هل هو كلماته أو سوره؟ وهل هي الألفاظ أو هي المعاني؟ أو هل هي التشريعات؟ وهل هي الأمور المغيبة من العقائد؟ أو هل هي قصص السابقين التي لا يعرفونها؟ والصواب أن القرآن كله معجز، يعني فيه ما لا يمكن للعرب أن يأتوا بمثله ولا لمن بعدهم ولا للإنس والجن. لذلك هذه الأحرف الصحيح فيها في كل القرآن الكريم أنها أحرف منها كلمات القرآن
فهي لإبراز التحدي بأن يأتوا بمثله. فقوله جل وعلا ياسين هذه أحرف لا محل لها من الإعراب متوالية، ويجوز أن تقول هي خبر لمبتدأ قدره هذه تقديره هذه ياسين. عادة في القرآن العظيم، وهو المهم في درسنا هذا، المنهج أو الطريقة التي في القرآن الكريم تكون بها مقاصد السور وتدور السورة عليها فيما يأتي في الآيات بعد صدر السورة. والعلماء لهم في مقاصد السور اتجاهات: هل السورة لها معنى عام وموضوع عام، أو موضوعات عامة يدور حولها آي القرآن فيها، أو أنها لا موضوع لها؟ فمثلا سورة البقرة على طولها ذات موضوعات مختلفة من أولها إلى آخرها، ما بين قصص وسير، وما بين توحيد، وما بين تشريعات مختلفة، تشريعات كبار في الصلاة والقبلة، وتشريعات في الطلاق والرجعة والعدة، وتشريعات مختلفة، ثم قصص من تغلب وقصص من لم يتغلب إلى آخره. ثم فيها أعظم آية في القرآن، آية الكرسي ونحو ذلك. هل هذه لها موضوع واحد تدور حوله؟ والصواب أن العلماء جعلوا كثيرا من سور القرآن مدركة في المعنى الذي تدور عليه. فسورة البقرة تدور حول الضروريات الخمس التي أجمعت الأنبياء على الإتيان بها، وتدور الآيات حول ذلك مع شواهدها وأمثلتها وتشريعاتها إلى آخر. وأما سورة ياسين فقال الله جل وعلا في فاتحتها: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ففاتحة السورة تدل على أن موضوعها مرسل ومرسل وكتاب. المرسل هو الله جل وعلا، والمرسل هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو هذا القرآن. لذلك تدور الآيات كلها حول ذلك، حول هذه الثلاثة وما يتصل بها من جزاء من آمن وجزاء من كفر والسوابق واللواحق والأمثلة. افتتحها الله جل وعلا بقوله: نأخذ شيئا من مباحث اللغة ليدلك على طريقة فهم القرآن. قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والواو هنا واو القسم، والقرآن مقسم به، والحكيم نعت للقرآن. وجواب القسم يعني المعنى الذي جيء بالقسم لأجله، وأكد الكلام لأجله بالقسم، قوله إنك لمن المرسلين. وهنا نقف عدة وقفات كمثال. قوله جل وعلا والقرآن، القرآن والكتاب واحد. قال جل وعلا في سورة البقرة في لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: تلك آيات الكتاب والقرآن الحكيم. فالكتاب والقرآن اسمان لشيء واحد، وهو الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المقروء المتعبد بتلاوته، ولا تفريق في المعنى.
الذاتي بين الكتاب والقرآن، فالقرآن ذاته هو الكتاب والكتاب ذاته هو القرآن، لكن في صورته المكتوبة يسمى كتابا وفي صورته المقروءة يسمى قرآنا. والقرآن مثل القراءة، مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، يعني تلا للأمور، تلا للشيء الذي تحبه النفس. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فلفظ القرآن للقراءة الخاصة المحبوبة التي يتعبد بها، وصار اسما لذلك، وإلا فأصله هي القراءة، كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. إذن القرآن هو الكتاب، واسمه قرآن إذا كان يقرأ أو في حال القراءة، وكذلك إذا كان معدا للقراءة. فإذا في وجوده في أي صورة من الصور يسمى قرآنا، ولكن ليس لكل صورة من صور القرآن الموجودة والكتاب حكم المصحف، فالمصحف أو المصحف شيء في أحكامه الفقهية مختلفة عن القرآن والكتاب في أحكامه الفقهية. فالقرآن في الأجهزة، الكتاب في الأجهزة الحديثة مثل الجوال وغيره، هذا ليس له حكم المصحف من كل وجه، من حيث المس ومن حيث أحكام أخرى. إذن فالقرآن هو القراءة، يعني إذا قرأت القرآن فيقال إنك تلوت وقرأت الكتاب قراءة وقرآن. والقرآن الحكيم، وصفه هنا جل وعلا بالحكيم، والنعت هذا الحكيم يعني أنه محكم، لأن ألفاظ القرآن إذا جاءتك فأول ما يتبادر لذهنك أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم تفسر القرآن بالحديث، ثم تفسر القرآن باللغة. ما أمكن إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن القرآن له لغة، لغة القرآن مضطردة، مضطردة لا اختلاف فيها، له لغة واحدة من أوله إلى آخره. فالكلمة التي ترد في القرآن بمعانيها يجب أن لا تفسر بأمر خارج عن المعاني التي جاءت في القرآن. فسماه الله جل وعلا هنا حكيم، أو نعت القرآن بأنه حكيم. والحكيم يرد لغة أنه ذو الحكمة، يعني المعطي الحكمة، أو يرد لغة بأن حكيم بمعنى محكم، أو يرد لغة بأن حكيم فعيل بمعنى فاعل يعني حاكم. وكل هذه الثلاث صحيح. فالقرآن محكم كما قال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهو محكم، كله محكم، محكم يعني متقن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا في عقائده وما أخباره وما وصف الله جل وعلا به الغيب الماضي أو الغيب المستقبل، أو ما وصف به غيبه سبحانه في صفاته وكمالاته وشأن الملائكة والسماء والجنة والنار إلى آخره. ومحكم لا اختلاف بينه، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. فالحكيم هنا بمعنى المحكم.
والثالث أنه حكيم يعني حاكم، وهذا حق، فالقرآن نزل ليكون حاكما، ما نزل ليكون متلوا بدون عمل عبادي ولا بدون تصديق غيبي واعتقاد غيبي، ولا بدون أن يكون حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال أيضا في نفس السورة، في سورة المائدة، قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ووصف الكتاب على الكتب قبله بأنه مهيمن على الكتب، مهيمن يعني حاكم عليها، فالحق الذي فيه هو الذي يرجع إليه، الحق الذي فيه هو الذي يرجع إليه، ولا يؤخذ بقول كتاب قبله ما دام أن خاتم الكتب نزل على خاتم النبيين، بل يصدق بعضها بعضا. لذلك هو حكيم بمعنى محكم، وحكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى أن فيه الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة أمر عظيم، وهي تخاطب العقول بوضع الأمور مواضعها المناسبة للغايات ذات الكمال فيها. والقرآن كله في غيبياته وقصصه وإراداته ولغته ومعانيه وأحكامه وفقهياته وأخلاقه وتفاصيله كلها حكمة، يعني تأخذ الحكمة منها في الحياة، وتأخذ وضع الأمور في الحياة منها، فهي كلها آيات القرآن ذات حكمة أنزلها الله جل جلاله. فإذا في قوله والقرآن الحكيم، من أول السورة يبين الله جل وعلا للقارئ ولمن نزل إليه عليه هذا الوحي وللمخاطبين به الناس جميعا والجن والإنس، أن القرآن العظيم الذي نزل ويقسم الله به على أنه حاكم ومحكم وأنه فيه الحكمة. وهذا يعني أمرا مهما جدا في العقائد، في مصدر المعرفة، وفي أخذ الحق في الحياة، بأنه إذا كان القرآن هو الذي فيه الحكمة وهو المحكم وهو الحاكم، فالنتيجة أنه ما جاء فيه فهو البيان وهو البرهان وهو الطريق وهو الصراط وهو النجاة. فمن أول السورة، هذه السورة العظيمة، في وصف القرآن بأنه القرآن الحكيم، يعني كل ما في القرآن هو الحق وهو المحكم وهو الحاكم وهو ذو الحكمة. فأين تذهب؟ فلن تجد مهربا من الالتجاء في المعرفة والحكمة والهدى إلى القرآن الكريم. لذلك من طريقة القرآن أن أعظم دليل على الله جل وعلا هو الله سبحانه وتعالى في كتابه. أعظم الأدلة على الله هو كلام الله، وأعظم الأدلة لرسوله هو القرآن، مع أنه منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الدليل على الرسالة، هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآية، هو البرهان، فهو المنزل وهو الحجة
على من نزل عليه، وليست الرسالة حجة على القرآن، بل القرآن هو الحجة لفهم الرسالة. وهناك أدلة يتعاطاها أهل الاستدلال وأهل البراهين من الذين يتعاطون العقليات في القرآن وفي العقائد وفي المعارف إلى آخره، فيجعلون البراهين المقدمة هي العقليات، ويجعلون القرآن هو الشاهد لتلك البراهين. وهذه جريمة كبرى، جريمة كبرى وكلام بشع في حق هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله بأنه قرآن حكيم، حاكم، محكم، فيه الحكمة. فكونهم يقولون إن الشرع شاهد للعقل، هذا ما يقوله المتكلمون. فالقرآن في هذه الآية يردهم ردا بليغا بأن القرآن هو الدليل وهو المدلول. القرآن محكم وحكيم، محكم وحاكم، حاكم يعني يفصل، يفصل في الأمور النظرية يعني في الأمور العقائد، ويفصل في أمور المعارف، ويفصل في الأمور النظرية، وكذلك هو حاكم في الأمور العملية التي في حياة الناس. فإذا البحث الذي يتعاطاه الناس في أي شيء كان، فإنه إذا كان في القرآن، وخاصة مناهج البحث ومناهج التلقي التي بها يستيقظ الإنسان من غفلته ويفهم هذه الحياة ويفهم ما يكون حوله، فالقرآن هو الحاكم وهو الدليل وهو المدلول. والقرآن الحكيم، الحكيم نعت، نعت للقرآن بهذه المعاني. ثم جاء جواب القسم، جواب القسم قال سبحانه: إنك لمن المرسلين. إن هذه كما تعلمون هي المؤكدة، تؤكد الكلام على، تؤكد الجملة التي دخلت عليه، لأن أصل الكلام أنت يا محمد من المرسلين، فأراد تأكيده جل جلاله، قال إنك لمن المرسلين، يعني أنت لا شك في أنك مرسل من عندي، من الله جل وعلا، تحمل هذا القرآن. هذا المؤكد الأول. في القرآن كثيرا تأتي المؤكدات المتنوعة. قال سبحانه هنا لمن المرسلين، واللام هنا يسميها علماء النحو اللام المزحلقة والمزحلفة، وهي تأتي في أول الكلام. يعني مثلا تريد تقول محمد من المرسلين، تقول لمحمد من المرسلين، أو تدخل عليها إن محمدا لمن المرسلين. إذن اللام هذه أصل حقها التقديم، لماذا تأخرت؟ تأخرت لأمر مهم في اللغة وفي المعاني، وهو أن اللام حقها التقديم، ولكنها لا تأتي إلا إذا كان التأكيد لقوم منكرين، أو لمخاطب منكر، أو منزل منزلة المنكر، أو حاله حال منكر. أما إن فيؤكد بها سائر الكلام، ولذلك غالبا اللام هذه تأتي في جواب القسم. فقوله جل وعلا هنا إنك لمن المرسلين أكد أنه من المرسلين بنوعين من التأكيد، بإن وباللام، لكن إن مؤكدة مجردة، واللام تؤكد ما نزل منزلة ما جعل أو ما يفهم منه أنه منكر من قبل المخاطب به. هذا هو الحقيقة. فإن المشركين الذين خوطبوا بهذا القرآن نزلوا منزلة المنكر، ومنكرون، لكن في خطابهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لمن المرسلين، يعني يا كفار قريش ويا كفار العالم،
ويا من لم يؤمنوا ويا من هذه البعثة تخاطبكم من كان منكرا أو من لم يعرف أو من هو منزل، إن محمدا مرسل من ربه من ضمن المرسلين. والمرسلين هنا إنك من المرسلين يعني لست بدعا، ليست أول أحد منهم، بل أنت مثل من سبق من المرسلين، كما قال جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. والرسول بينه وبين النبي فرق كما هو معلوم، والتحقيق أن الرسول هو نبي وزيادة. النبي فيه الرفعة بما أوحى الله جل وعلا عليه ونبأه لنفسه أو لقوم موافقين له كأنبياء بني إسرائيل يجدد شريعتهم المنزلة عليه. أما الرسول فإنه يكون رسولا لأحد أو رسول من الله لقوم منكرين للكل أو منكرين للجزء. لذلك يأتينا في هذه الآية في هذه السورة في قصة أصحاب القرية أنه أرسل إليهم اثنان ثم عزز الاثنان بثالث إلى آخره من الرسل، يعني الذين أرسلوا إليهم أرسلهم إليهم عيسى عليه السلام في أحد الأقوال. إذن الرسول هو الذي أوحي إليه من الله جل وعلا وأمر بتبليغ الموحى به إلى قوم مخالفين له في الأساس في الكل أو مخالفين له في الجزء. قال هنا جل وعلا إنك لمن المرسلين، واللام هنا لفتة، هنا في حروف في القرآن الكريم تأتي الأحرف هذه بأنواعها بمعان متعددة. ولذلك ألف علماء النحو وعلماء اللغة كتبا باسم حروف المعاني، مثل كتاب حروف المعاني للمرادي وابن أم قاسم المرادي، ومثل كتاب مغني اللبيب لابن هشام، وكلها كتب تبين لك الحرف بمعانيه المستعملة في القرآن. فهنا اللام مثلا لام مؤكدة، يأتينا اللام لها معنى آخر، من تكون بعضية تكون ابتدائية وتكون. وهذه الأحرف العناية بها يكون بسيطا سهلا، تمر عليها مرة ثم تفيدك في التفسير، تعرف حين تقرأ كتب التفسير كيف تقرأ كتب التفسير. واللام مثلا هنا لام جواب القسم للتأكيد، لكن هناك لام للجر، وهناك لام العاقبة، لام العاقبة يعني ليست للتأكيد ولا للجر ولا للتعليل، ما كلام للتعليل ولام للعاقبة ليست للتعليل الآخر. واللام تأتي على معان شتى، لام العاقبة كما في قوله جل وعلا في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون هل يلتقطون موسى وهم يعلمون أنه سيكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، هم يريدون منه خير، لكن الله جل وعلا قال ليكون لهم عدوا وحزنا، لأن العاقبة أنه سيكون هذا الملتقط من البحر عدوا لفرعون وحزنا لفرعون ومن معه. فحروف المعاني من المهم لطالب العلم أن يتعاطاها وأن يمر عليها ليعرف الفرق بين حرف وحرف. قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، معلوم لا أحد يصلب في داخل الجذع وإنما يصلب على الجذع، ففي هنا بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وهكذا، ومنهم من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك، بقنطار، الباء هذه
كيف تكون تاء منه بقنطار؟ هل الباء هي الموجودة؟ باء تأتي باء الجر وباء السببية وباء وباء وباء، وتأتي باء بمعنى على. وهنا ومنهم من إن تأمنه بقنطار يعني على قنطار. فإذا هذه إشارة إلى العناية لمن أراد فهم القرآن بحروف المعاني، وهي سهلة تمر عليها مرورا وتعرف كل حرف ما يتداول فيه من المعاني بشواهده من القرآن ومن كلام العرب حتى يكون بينا واضحا. قال جل وعلا هنا: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والصراط المستقيم معلوم لكم في تفسير سورة الفاتحة. ثم قال: تنزيل العزيز الرحيم. يعني هذا القرآن تنزيل، هو كلام الله جل وعلا منزل، يعني هناك من نزل به وهو الروح جبريل عليه السلام. منزل تنزيل، يعني نزل تنزيل مصدر، نزل منزل تنزيلا، فتقتضي أن هناك منزل وهناك نازل به وهناك منزل عليه. المصدر هذا بس الكلمة، من الفهم هذا من كلمة تنزيل، تنزيل نزل ينزل تنزيلا، يعني أن هناك منزل له. لذلك غلط من قال إن القرآن كلام جبريل، أو إن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أنه القرآن منزل من عند الله، يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ، لأنه تنزيل، تنزيل في بداية وفي غاية، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. تنزيل العزيز الرحيم. وهنا بيّن أن الذي نزل هذا القرآن هو العزيز الرحيم. العزيز اسم من أسماء الله جل وعلا، والرحيم اسم من أسماء الله جل وعلا. وأسماء الله جل وعلا الحسنى تشتمل على دلالة للذات ودلالة للمعنى، فكل اسم يشتمل على دليل لذات الله سبحانه وتعالى. العزيز هو الله، لكن فيه صفة العزة. الرحيم هو الله، لكن فيه صفة الرحمة، وهكذا. هنا وقفة، العزيز الرحيم، هنا وقفة مهمة في لفظة العزيز، في كلمة في اسم الله العزيز. وجود اسم العزيز هنا له معنى عظيم يفهمه العربي ويقشعر منه. لماذا قال العزيز وبعده الرحيم في هذا الموضع الذي فيه تنزيل القرآن؟ لأنهم أولا هم نزلوا، أو هم منكرون، أو منزل منزلة المنكر، ممن لم يؤمن بهذا القرآن ممن يسمعه في العالم كله. والعزة، عزة الله جل وعلا التي يشتمل عليها اسم العزيز، كما قال سبحانه لعظم شأن العزة: قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العزيز هو الموصوف بالعزة التي لها ثلاث معاني. العزة في لغة العرب تعني القهر والغلبة، قهر والغلبة، قاهر غلاب، هذا عزيز، يعني ممتنع أن يأتي أحد وأن يغلبه أو أن يقهره أو أن يعمل شيئا يضره أو ينفعه، فهو سبحانه وتعالى ذو العزة، عزيز يعني قاهر غلاب سبحانه وتعالى. والعزة المعنى الثاني عزيز والممتنع،
عن كل شيء، أن يمسه بشيء أو أن يضره شيء أو أن يحتاج إلى شيء. والثالث العزيز بمعنى القوي، لذلك تأتي القوي العزيز، ليست مترادفة ولكنها متقاربة. القوي بمعنى القوة، لكن العزيز يشمل القهر والغلبة والامتناع والقوة جميعا. إذن هذا القرآن الذي تنكرونه تنزيل من تنزيل العزيز الرحيم، هذا القرآن الذي تنكرونه والآن يقسم الله جل وعلا على أن أقسم به وعلى أن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل، كيف يكون هنا موصوف هذا التنزيل بأنه تنزيل العزيز الحميد، أنه تنزيل العزيز الرحيم؟ كيف العزيز الرحيم وفي آية أخرى العزيز الحميد؟ لماذا هنا العزيز الرحيم؟ لأنه في مقام ظن المشركين أنهم سيغلبون، ظن المشركين أنهم سينتصرون، فإذا كان القرآن تنزيل من العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب ولا يغلب، لا يقهر ولا يغلب ولا يصار إليه بشيء من الضر أو من النفع، بل هو المستغني سبحانه عما سواه القوي، فمعنى ذلك أن مآله إلى الانتصار، أن مآله إلى أنه سينتصر، هذا القرآن سينتصر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سينتصر، فهي إذن نهاية الرسالة معلومة من بدايتها، معلومة من بدايتها، أنه هناك نصر وأنه آت لا محالة، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله جل وعلا شهد بذلك في ماذا؟ أين شهد؟ شهد بمثل بهذا القرآن، بمثل هذه الكلمات، قوله تنزيل العزيز الرحيم يعني أنه سينتصر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وصحابته، وسينتصر هذا القرآن وسينتشر، وأن كل ما سواه سوف يكون تحت أمره ومحكوما بهذا القرآن. هذا هو الذي صار، هو الذي صار. العربي يفهم هذا المعنى، ولذلك الذي في قلبه حياة، في قلبه حياة ومتخلص من الكبر ومتخلص من رؤية الدنيا، ينفتح قلبه إلى أن إذن أؤمن بدون تردد. لماذا؟ لأنه سينتصر، تنزيل العزيز الحميد، تنزيل العزيز الرحيم. فإذن وصفه بأنه تنزيل من العزيز الرحيم يعني أن العزيز القاهر الغلاب الذي هو ممتنع مستغن عما سواه القوي سينصر كتابه بلا شك، بلا شك. لهذا قال جل وعلا بعدها لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا تنزيل العزيز الحميد لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في قوله سبحانه وتعالى لتنذر قوما، يعني تنزيل لتنذر، هذا نوع من اللام ثانية، وهذه السورة فيها أنواع من الحروف لها معاني متختلفة. اللام هذه ليست هي لام التأكيد، هنا لام تعليل لتنذر، وهي تدخل على الفعل لتنذر، يعني لتعلم قوما إعلاما فيه تخويف شديد بهذا القرآن، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وكلمة ما هنا في قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، قوم هنا المراد بهم العرب،
أو يعني بالأصالة، أو قريش بالأصالة، ثم تتوسع في ذلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما هنا ما أنذر نافية على الصحيح من قولي أهل العلم، فهي نافية بمعنى لم ينذر آباؤهم فهم غافلون، ويعنى بها آباؤهم القريبون عهدا، ليس الأب المباشر لكن آباؤهم القريبون عهدا. أما آباؤهم البعيدون من ذرية إسماعيل عليه السلام، فإنهم قد أتاهم عيسى، فقد أتاهم إسماعيل عليه السلام بالرسالة وبلغهم رسالة ربه، فمكثوا على ذلك سنين عددا وقرونا متطاولة، حتى أتى عمرو بن لحي الخزاعي، فأتى بالأوثان إلى جزيرة العرب. ما أنذر آباؤهم يعني لم ينذر آباؤهم فهم غافلون، يعني غافلون عن الرسالة، غافلون عن ذلك. هذه تسمى تشويقية، يعني أنتم الأمم عندهم كتب، وأنتم تنظرون اليهود عندهم توراة، وتنظرون النصارى عندهم الإنجيل، وأنتم جاءكم شيء، وأنتم لم يكونوا عندكم نذارة من قبل. فإذا هذه تحريض في النذارة على أن يقبلوا وأن يفهموا. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني عن الرسالة، وغافلون عن الكتاب، وغافلون عن البعثة إليه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اللام هنا هي الواقعة في جواب القسم مثل ما قلنا قبل، يعني والله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول قد هنا للتحقيق، يعني قد حق القول على أكثرهم بما يعلمه الله جل وعلا من عاقبة أمرهم فهم لا يؤمنون، يعني أن مآلهم عدم الإيمان. في هذه السورة بيّن الله جل وعلا أنواع من تفصيل عدم الإيمان. الآن عدم الإيمان، القرآن أنزل وواضح بيّن ورسول، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا أن تقارعوه، وهو حاكم ومحكم لا مدخل عليكم فيه، لا مدخل لكم فيه، ولا مدخل لكم عليه. وكل هذا وتنزيل من عزيز، مع ذلك ما حالهم؟ قال جل وعلا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا وصف لحالتهم، حالة الذي لا يستطيع أن ينظر ولا يستطيع أن يسمع مطلقا، يعني سمع الانتفاع ونظر الانتفاع، فحالته كحالة من جعل في عنقه غل، والغل يأتي في الرقبة من أولها إلى آخرها، وقد تكون معه اليدين وقد لا تكون، وقد تكون معه اليدان وقد لا تكون. كيف حاله وهو ينظر بهذا النظرة؟ قال في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني تمشي من هنا إلى الذقن فهم مقمحون. وكلمة مقمحون جمع مقمح، والمقمح هو الذي يرفع رأسه هكذا، يعني من شدة علوها قد رفعت رأسه بحيث لا يستطيع أن ينظر، ومنشغل بشدتها عن السماع والانتفاع بالسماع. وأصل القمح في لغة العرب هو رفع الرأس والنظر إلى أعلى، ولذلك سمي الطعام الذي يؤكل قمحا
لأنه يتناول على هذه الهيئة، يتناول على هيئة القمح، يعني يرفعون يستفونه ليس هكذا، ولكن يرفعون الرأس ليكون أسهل لتناوله. هذا كثير في لغة العرب، تنتبهون له في القرآن، أنه يوصف الشيء بوصف هيئة تناوله، وخاصة في الأطعمة والأشربة بهيئة تناوله. عندنا اليوم نسمي القهوة قهوة، والعرب تسمي القهوة الخمر قهوة، والخمر تتقهى، والقهوة عندنا هذا الشراب يتقهى. لماذا صار اشتراك في الاسم؟ لأن التقهي هو شرب الشيء بكميات قليلة في زمن ممتد، فما شرب على قلة في زمن ممتد يقال له تقهى، يعني شرب شيئا فشيئا في زمن ممتد. هكذا هنا في القمح سمي هنا مقمحون، يعني بمعنى إذا أتت كلمة أشكل عليك معناها ردها إلى ما يشبهها من كلام العرب، من كلمة في الشعر، حتى تقرب من فهم معناها. ثم قال جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نتجاوز قليلا لأجل الوقت ونصير إلى قوله تعالى: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هنا لنا وقفتان لغويتان. أولا قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، ومعلوم في أولها قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وهنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر. وهذا كثير في القرآن، أنه يكون الفعل أو المصدر عاما ثم يوصف به من هو منتفع به فقط. فالآن هم منذرون، ولكن قال هنا إنما تنذر، يعني بالحصر، لأنه ما المعنى؟ معنى أن هذا الإنذار مهم جدا جدا، وهو التخويف والإعلام بشيء مخوف مهم جدا جدا. أولئك لم يأبهوا له، فلا يستحقون أن يكونوا مخاطبين بهذا الإنذار، لأنه مع شدة أهميته لم يرفعوا به رأسا ولم يهتموا به. فصار الحقيق بأنه قبل النذارة وقبل هذا التخويف وقبل هذا الإعلام بشيء مخوف، إنه هو الذي اختص بأنه قبل هذه النذارة، فهو الذي يوصف بقبولها. قال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر، لأنه هو المستفيد. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هنا المغفرة والأجر معلومة متداولة عندكم في معانيها، لا نطيل بها. ثم قال: وأجر كريم. كريم في القرآن كثيرة، كريم عظيم لها في القرآن كثيرة، ولكن المعاني مختلفة. هنا الأجر وصفه بأنه كريم، والله جل وعلا هو الكريم سبحانه وتعالى، ويوصف السخي من الناس بأنه كريم، توصف الأشياء بأنه كريم وأنها كريمة. فما معنى الكريم الذي تشترك فيه هذه الأشياء في الصفات؟ الكريم في لغة العربي في الاسم الجامع لها هو ما فاق جنسه في صفات الكمال أو في بعضها. فالله جل وعلا سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بأنه كريم، يعني ما شئت من تصور الأجور فهذا الأجر هو الأجر الكبير الذي لا نظير له، وله أجر كريم، يعني فاق جنس الأجور
رفعة وفاق جنس الأجور نوعا وفاق جنس الأجور امتدادا في الزمان والمكان. وهذا هو الحاصل في وصف الجنة، فإن الجنة كريمة، هي أعظم الأجور. الله جل وعلا هو الكريم، لأنه جل وعلا فيما يتصف به من صفات الكمال أو فيما تسمى به من أسماء الجلال والجمال، فإنه فاق جنس الموصوفات في نهاية وغاية الكمالات التي تشتمل عليها تلك المعاني. فكل وصف له سبحانه وتعالى هو كريم، يعني بلغ في الحسن والوصف نهايته. لذلك لماذا العلماء قالوا الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ الأسماء الحسنى، كلمة الحسنى من أين أتت؟ من أجل أنها كريمة. الكرم هنا يعني أنها حسنى على غيرها، أحسن الصفات. لأن كلمة كريم، والله جل وعلا هو الكريم سبحانه وتعالى، يعني الذي هو في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته فاق جنسا أو فاق صفاته جنس الصفات التي وجدت، فهو سبحانه له الكمال الأعظم شمولا وكمالا ووجودا وامتدادا وابتداء وانتهاء. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هنا ذكر إحياء الموتى، لأنهم هذه السورة جاءت لأنهم عارضوا أو من معارضاتهم للرسالة ولله جل وعلا ولقدرته، لأنه كيف يحيي العظام وهي رميم؟ قال من يحيي العظام وهي رميم في آخر السورة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هنا قال في أوله إنا نحن نحيي الموتى، لكن قال بعدها ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لنا وقفتان، الوقفة الأولى في قوله تعالى نكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموه يعني في هذه الحياة الدنيا، عشت ما عشت وقدمت، لكن آثارهم يعني أثرك الذي تركت في الدنيا يكتبه الله لك. نكتب ما قدموا وآثارهم، آثار جمع أثر، والأثر هو ما يدل على المسير ويؤثر، يعني يخبر بك، يؤثر عنك ويؤثر عنك، يعني يخبر عنك ويخبر بك في أنك سرت هذا المسير. لذلك وآثارهم جمع أثر، وهو ما خلفته بعد موتك. لهذا جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجوره شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كأهل البدع والضلالات كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فانظر إلى هذه الآثار التي تكتب لمن عمل وسن سنة حسنة، فما أعظم أجر من ترك في الأمة أثرا من القرن الأول، وما أعظم أجر من ترك أثرا في الأمة من القرن الثاني، بعده قرون تعمل بهذه السنة الحسنة، يعني التي أحياها ونشرها وعلمها وبينها. ومعنى ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
صاحب هذا المسجد وصاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، أن له من الأجر أكثر من أجور أمته جميعا، لأن الأثر أثر كل هذه الأمة من أثره، كل هذه الأمة من أثره، فهو الذي أثر وأثر في الناس هذا الجميع. فما من أحد يعمل إلا وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس والمؤمنين في وقته، ومن آمن متطاولا إلى قيام الساعة إلا وله مثل أجره عليه الصلاة والسلام، وفيه أثره. هل فينا أحد ليس فيه أثر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. فالله جل وعلا يكتب له ما قدمه عليه الصلاة والسلام، وما قدمه عظيم عظيم عظيم، وكل ما قدمناه نحن هو أثر من أثاره عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء من فوائد هذه الكلمة وآثار ودخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إن القرب لا تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، القرب ما تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن له مثل أجرك، وأجرك كله منه صلى الله عليه وسلم، عملك كله منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تهدى القرب له عليه الصلاة والسلام، بل هو ليس قياما بحقه، أنت حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، بإسلامك ووجودك مسلما وتعليمك واستقامتك، أنت أثر من أثاره عليه الصلاة والسلام. لذلك المؤمن يرى أن أثره ينفعه إذا ترك. اليوم بلغة العصر يقولون إيش؟ ضع بصمتك. يقولون ضع بصمتك، كلمة جميلة، بصمة التي لا يشاركك فيها أحد، لا يشاركك فيها أحد، ضعها في حياتك، لا تذهب من الحياة ولست ولم تعمل شيئا أنت مختص فيه ترجو الله به، هذا أثرك الذي سيبقى ينفعك وينفع بما انتفع به الناس إلى يوم القيامة. قال جل وعلا بعدها: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طبعا للعلماء قول آخر، يعني في يكتب ما قدموا آثارهم، يعني مشيهم إلى المساجد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لما أراد بنو سلمة الانتقال قرب المسجد قال لهم: يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب أثاركم. لكن الصحيح أن هذا من عموم المعنى ويدخل في الآية، وليس المعنى الوحيد هو الخطى إلى المساجد، بل الآثار أعم من ذلك وأعظم. قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة إمام، أحصيناه في إمام، كيف إمام؟ أحصيناه في إمام، نعرف أن الإمام هو من أو ما يؤتم به، الإمام هو الذي يؤتم به، يعني ينسج على منه، يعني يتبع يقتفى. كل شيء أحصيناه في إمام، إذن الإمام هذا الذي أحصي فيه كل شيء، إن أريد به الإحصاء السابق للقدر فالإمام هنا هو اللوح المحفوظ، لأنه هو الذي كتبت فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكونه إماما يعني مقتفا ومتبعا ومؤتما به، لأن التقديرات التفصيلية تؤخذ منه، فتقدير السنوي في ليلة القدر يؤخذ من قدر الذي في اللوح المحفوظ، فهو إمام التقدير السنوي. وتقدير حالة الطفل حينما ينفق فيه الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، هذه من الإمام الذي هو في اللوح المحفوظ، الذي هو اللوح المحفوظ، وهكذا.
إذن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا نظر أن الإحصاء كان قبل أن يخلق الخلق، فإذا الإمام هو الذي يؤخذ منه التقديرات التفصيلية. وقد يكون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني الكتاب لصاحب العمل، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب الذي هو في يوم القيامة هو إمام. إمام لماذا؟ إمام لما عملت. هل عملت كذا؟ هذا الإمام اقتفي، نعم موجود فيه. هل عملت؟ هو الإمام. ثم يأتي بمعنى الإمام شيء ثالث، هو الكتاب المنزل على كل أمة، كما قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فإذا كلمة الإمام لها ألفاظ شتى في القرآن، لها معاني شتى في القرآن ولفظها واحد. هذا ما يسمى عند علماء التفسير، يسمى علم الوجوه والنظائر، يعني ما اشتبهت الكلمات وتعددت المعاني. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يا أهل القرآن، إمامكم القرآن أين أنتم؟ يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل الزبور، يا أهل صحف إبراهيم، وهكذا. فإذا الإمام هو ما يؤتم به، وإمام الصلاة هو من يؤتم به في الصلاة، وإمام الدنيا هو من يؤتم به في مصالح الدنيا، وهكذا. فكلمة هنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تعطيك انقطاع العذر، يعني أنت أين كيف فعلت وكيف ما فعلت فإنك لا بد أن هناك إمام لك ستذهب وراءه، وما يخرج منك ولا السابق ولا اللاحق ولا الكتاب الذي أنت منه. فإذا كلمة إمام تأتي على ثلاثة أنحاء: وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. ثم ذكر الله جل وعلا المثل في القرية: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. الآية الذي يهمنا هنا في قصة صاحب القرية، علماء التفسير يدخلون بأن القرية هذه ما هي، وهل هي من قرى فلسطين، وأن عيسى هو الذي عليه السلام والذي بعث المرسلون وبأمر الله جل وعلا أم لا. لكن الذي يهمنا منها هنا علاقة هذه القصة بمقصد السورة. مقصد السورة تحقق طاعة الرسول وما أعطي من حجج. هؤلاء عصوا الرسول، عصوا رسولين وعزز بثالث، فعصوا الثالث حتى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني الثلاث. لكن هنا ما حقيقة هذه الرسالة؟ رسالة الرسل ما حقيقتها؟ حقيقتها قالها هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أعبد الله وحده الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هنا قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع. الدليل على توحيد العبادة أنك تبحث عن الذي فطر والذي خلق. لذلك السورة بعد هذه القصة ستأتي بآيات في الخلق، في خلق الله جل وعلا وتوحده بالخلق كما سيأتي.
فقال الذي فطرني يعني أوجدني من غير مثال سابق. فطر وفاطر، والفطر في لغة العرب الإنشاء على غير مثال سابق في أي شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها في محل لم يكن محفورا من قبل. يعني فاطر السماوات والأرض يعني من ابتدأهما على غير مثال سابق، وهذا فيه الإبداع، فيه العظمة، وفيه الإجلال. لم يكن منسوجا على شيء مصنوع عن شيء، بل هو على غير مثال سابق. الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني البعث جائكم، البعث آتيكم لا محالة. فطرني الخلق دليل، والرجوع إلى الله دليل. الرجوع إلى الله يحيي في النفس الخوف والرغبة في السلامة والذهاب إلى الطريق المأمون. وفطرني فيه الاعتراف بالعقل الذي يدل لماذا اتبعت، لأن الله هو الذي فطر وحده، هو الذي خلق وحده، كما قال جل وعلا: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالإيجاد والإنشاء والفطر دليل من الأدلة وبرهان من البراهين. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا في البرهان والدليل والعقيدة، مسألة مهمة جدا، وهي أن الدليل في القرآن على وجود الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وعلى استحقاقه للعبادة، وما له من صفات الكمال والجلال والجمال في القرآن على 4 أو 5 أنواع. أما الدليل الأول أو النوع الأول من الأدلة، كل نوع فيه أدلة كثيرة من القرآن. أما النوع الأول فهو دليل الإنشاء والفطر، الإنشاء على غير مثال سابق، والفطر والإبداع. هذه أدلته كثيرة، ويعني الإنشاء من عدم أو الإنشاء من غير مثال سابق. والدليل الثاني أو النوع الثاني من الأدلة دليل الاستمرار والكثرة، والاستمرار والكثرة والتواتر، مثل الإنسان خلق ثم جاء ذرية ثم الذرية ثم الذرية ثم الذرية، وهو لم يخلق شيئا وفعل شيئا عن شهوة فخلق منه إنسان عظيم، رمى بذرا فخرج منه أنواع الثمار. هذا الاستمرار في الحياة، يعني النظام في الحياة السنة، في الحياة الماضية التي لا تتخلف في خلق الله، لا تتخلف، وجد نظام تمشي فيه كل الحياة واستمر، هذا دليل على الله جل وعلا وعلى وجوده وعلى ما له من صفات الجلال والكمال. وهو نوع، يعني نوع كامل، فيه أدلة كثيرة من الآيات تتكرر في أغلب سور القرآن. النوع الثالث من الأدلة، من أنواع الأدلة والبراهين في القرآن، دليل الشمول والكمال. الشمول والكمال، قال الله جل وعلا: إنه ما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال. يعني كل شيء في شمولية، فيه كمال وشمولية. قال سبحانه في سورة
سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يمسك فعل مضارع، والطير تطير كل يوم، وهذا الإمساك فعل مضارع مستمر وشامل لكل أنواع الأمم. فما من ورقة تسقط إلا والله راعيه يعلمه، وما من طائر يطير إلا والله سبحانه وتعالى يمسكه ويبسطه سبحانه وتعالى. وما من شيء يقبض إلا الله جل وعلا الذي قبضه، وما من شيء يبسط إلا الله الذي جل وعلا هو الذي بسط. إذن هذا النوع يسمى دليل الشمول والكمال. النوع الرابع من الأدلة نوع الزمان، الزمان الذي لا يتدخل فيه أحد. جاء في هذه السورة: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لاحظ لفظ تدرك وسابق، هذه ألفاظ زمن. تدرك وسابق، هذه كلها ألفاظ زمن. لفظ الزمن، الزمن مما تكلم فيه العلماء الذين بحثوا في العقليات وأطنبوا في البحث فيه، هل الزمن حقيقي أو نسبي؟ هل الزمن الذي يعاش حقيقي؟ وما هو الزمن؟ هل هو الزمن حالة يسبقها حالة مضت وتأتي بعدها حالة تأتي؟ ما هو هذا الزمن؟ حقيقة الزمن وما جاء في هذه الآية هو إدراك المدرك زمنا، والسبق والسابق واللاحق. والزمن أمره غريب جدا، والذي منه العمر، ومنه اختصار الزمن، ومنه ثلثي الليل الآخر، ومنه ومنه ومنه، والله جل وعلا ربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن اختياراته اختيارات الأزمنة. والزمان لا نعرفه، فما لنا إلا التسليم. لا نعرف الزمان ابتداء، ولا نعرف الزمان انتهاء، ولا نعرف زمان الأشياء، ولا نعرف لماذا خلق الله الزمان على هذا النحو. فالزمان إذن نسبة، شيء منسوب إلى شيء. إذا فكرت وتمعنت في الزمان الوجودي، وتعبير فلسفي الزمان الوجودي، لكن في الزمان مطلقا وفي الزمان الوجودي، وجدت أنه صعب تعريفه بالمطلق، لكن يمكن أن يعرف الزمان بالنسبة. لذلك عندنا يعني في صحيح العقائد لا يقال إن الزمان مطلق، وإنما كل الزمان الذي نعرفه منسوب، منسوب مضاف. لا يوجد زمان مطلق إلا عند الله جل وعلا. أما الذي عندنا فهو منسوب مضاف، منسوب لك، مضاف إليك، مضاف لبلدك، مضاف لأهلك، مضاف لعمل تقوم به، ولعمرك، لصحتك، لسفرك، كل شيء منسوب، لكن ما في شيء مطلق. لهذا حينما نقول هذا دليل، يتضح لنا نهاية الزمن النسبي عند الإنسان. نهاية الزمن النسبي عند الإنسان متى؟ بماذا؟ بالموت. هذه مسألة مهمة جدا جدا في نوع الاستدلال الله جل وعلا في وجوده وكمال صفاته وشمول قدرته وعظيم آياته. قال سبحانه أو في الزمن هنا: فكشفنا عنك غطاءك. في من؟ في الميت. إذا مات الإنسان ماذا يقول الله جل وعلا؟ قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في غطاء، هناك بصر. ما هو هذا الغطاء الذي غطى
غطى علينا وانقشع بالموت، ارتفع بالموت، وبصرنا الشامل للعين وللبصيرة صار حديدا، يعني قويا شديدا. إذا كنا في شيء إيش؟ نسبي، نسبي في حياتنا، نسبي في زمننا. فإذا من أنواع الأدلة في القرآن على وجود الله جل وعلا وصفات الكمال ونسبية الزمن ونظام الزمن في الكون. هذه فيه آيات كثيرة يعلقها الله جل وعلا بالزمن، وهو عند التأمل، عند التأمل من صح قلبه وعقله مؤذن بل موجب للتسليم لله جل وعلا بالوحدانية. ثم النوع الخامس، نوع التخصيص. نوع التخصيص من الأدلة على وجود الله جل وعلا عظيم كمالاته التخصيص. والتخصيص من أدلة أهل السنة والجماعة كما هي سائر الأدلة، لكن هذا في القرآن، ومن أدلة أهل السنة والجماعة بعامة، يعني تخصيص الأشياء بصفاتها. خصص الله جل وعلا السماء بلون، والأرض بلون، والنبات بلون، والناس بألوان، واللغات خصصها، والنبات بشكله وبطعومه وبطوله. هناك تخصيص كثير في كل شيء. الطير فيه أمة الطير فيها تخصيصات، أمة المفترسات الوحوش فيها كثير من التخصيصات، أمة المسموعات فيها كثير من التخصيصات، الشيء اللي تسمعها فيها تخصيصات كثيرة كثيرة جدا جدا. المؤمن ينظر إلى هذه الأشياء بالعجب، كيف يكون لمادة أن تنتج تخصيصات لا نهاية لها، تخصيصات كثيرة. الألوان الموجودة في الخلق في الطبيعة تبلغ نحو من 300 وكذا لون، فرعوا منها، سلطوا لون على لون لون على لون، فرعوا منها آلاف الألوان. المشمومات من النباتات والزهور والمشم والأحجار والأشجار والخشب والبحر، والمشمومات تبلغ في الطبيعة فيما خلق الله جل وعلا أكثر من 380 نوع من المشمومات. خصص الله جل وعلا كل شيء برائحة، كيف يأتيها؟ هذا التخصيص دليل من دلائل الوحدانية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة لهذا الدليل في تائيته، قال: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي. لا يمكن يكون هذا التخصيص الكثير للمشمومات والمسموعات والألوان والأشكال والأطوال والأوزان والصفات إلا بمخصص. من الذي يخصص؟ لو أنها طبيعة تنتج لأنتجت عددا محدودا في أشياء محدودة، لكن هذا التخصيص وما في التخصيص من جمال، وهي قضية أخرى، ما في التخصيص من جمال مسموع ومن جمال مبصر ومن جمال شكل ومن جمال هذا الجمال الذي فيه تخصيص كثير أيضا، جمال الصور والمسموعات والملموسات وإلى آخره، يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. لا بد من الإرادة. ولذلك كان من الأدلة التي في القرآن دليل التخصيص، قال جل وعلا في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، قال جل وعلا: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كيف؟ الماء واحد
والأرض واحدة، والأكل إشارة لشيء واحد، تخصيص، نفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني خصصنا بعض بطعم غير الآخر. العنب طعومة مختلفة، النخل طعومة مختلفة، الزرع الذي يخرج طعومة مختلفة، وأشكاله مختلفة، وشمه مختلف، وفائدته مختلفة. قال جل وعلا بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا التخصيص دليل للمعقولات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما هي المسألة بسيطة، تشوف زرع وشيء، هذا والله طعمه حلو، هذا طعمها مر، وهذا يعني هي بس هكذا. لا، المؤمن يكون ينظر بنور الله في كل شيء، يعلم أن هذا التخصيص وراه عظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. إذن من الأدلة دليل التخصيص، وهو مهم جدا في إثبات وجود الله جل وعلا. الملاحدة موجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل للعالمين، نزل للعالمين، فإذا يخاطب به كل الناس، خوطب به العرب الذين لا دين لهم ومنهم ملاحدة، خوطب به أهل الكتاب اليهود والنصارى، خوطب به المشركون، وخوطب به الملاحدة، وخوطب به كل من في الأرض. فإذا لابد أن نستوعب دلائل القرآن العقدية والتشريعية والهيمنة في القرآن لتكون لنا حجة على كل أحد، ولا نحتج بالقرآن ذاته فقط، لكن نحتج بما في القرآن من دليل عقلي ودليل بدهي يدل على الله جل وعلا. لذلك بعدها في الآيات في سورة ياسين إلى آخر السورة جاءت الأدلة والبراهين على هذه الأنواع. قال جل وعلا بعدها: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني بعد آيتين، يعني بعد ما نهاية صاحب القرية الآخرة، قال بعدها: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى آخر. هنا كلمة آية، ما الفرق بين الآية؟ الآن أنا أختصر بسرعة عشان الوقت. ما الفرق بين الآية في القرآن والبرهان؟ الآية خاصة والبرهان عام، يعني أن الآية تدل على مدلولها بعينه دون حاجة إلى قياس أو نظر شمولي، والبرهان يحتاج إلى نظر شمولي قبل النظر الجزئي. فآية لهم الأرض يعني ما يحتاج أنك تروح تفكر بشيء كبير، تروح للدليل المأخوذ منه بالقياس ثم تستدل على الله جل وعلا به، على وجود الله جل وعلا به، على نعمته به، وعلى إيجاده للخلق، وأنه هو ربهم المستحق للعبادة والذي فطره. يعني هنا نشوف تفاصيل لقول الرجل من القرية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الآن أمثلة: وآية لهم الأرض الميتة، ثم قال بعدها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقال بعدها: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الآية التي تدل على المراد، يعني هذه الأشياء التي ذكرنا، الآية الأشياء التي ذكرها الله تدل على أن الله هو الموجد وحده، إذن فهذا القرآن وهذه الرسالة منه فلا محيد لكم. لذلك لماذا العذاب قوي؟ أحيانا يتساءل الإنسان لماذا عذاب الكافرين شديد؟ لماذا؟ لأن الدلائل بينة واضحة، أنت أعطاك الله عقل ونظر وبصير، لكن أنت غفلت. المشركون والكافرون غفلوا، لذلك قال: فهم غافلون، يعني غافلون عن آيات الله، غافلون عن التأمل والتدبر في ملكوت الله، غافلون عن الاستدلال بالمنظور قبل المتلو والمقروء على الله جل وعلا. فهم غافلون، فيستحقون العقوبة والجزاء.
لأن كل شيء حولهم ومع ذلك وليست أشياء بعيدة، براهين بعيدة. قال هنا جل وعلا آية لهم، آية آية يعني تدل على المدلول بعين المذكور دون حاجة إلى شمول أو قياس أو واسطة. لكن لما جاء موسى عليه السلام قال جل وعلا له، قال في مرة آية آية أخرى، وقال مرة فذلك، قالوا لفرعون فذلك برهانان من ربك، قال جل وعلا لموسى فذلك برهانان من ربك، فنوع بين البرهان، لأن في شيء يحتاج إلى مزيد تأمل وفي شيء هو آية مباشرة. لذلك هنا نقول هذه التي جاءت في الآيات آية لهم الأرض الميتة أحيناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وما قبلها وآية لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كل ما في هذه السورة من آية آية، لكن هنا وقفة غريبة. قال الله جل وعلا بعد ما ذكر آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال جل جاءت بآية غريبة، قال وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ثم قال بعده ويقولون متى الوعد. ما دخل هذه الآية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء، ما دخل هذه الآية في الموضوع الكبير وهو الاتباع والإيمان والدلائل والتوحيد؟ إشارة عظيمة إلى مسلك من مسالك النفس البشرية التي ينتج منها الإيمان وينتج منها الكفر وينتج منها الإقبال وينتج منها الغفلة وينتج منها الإعراض وينتج منها الاهتداء وينتج منها هو ما جاء في هذه الآية. شخصت النفس البشرية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هل الآية في الإنفاق؟ ظاهرها في الإنفاق، لكن هي في هذا السياق لها معنى أعظم. قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. نعم، هنا السر. إذا السر العظيم هو الكبر، الكبر الذي في النفوس هو الذي يمنع من الإيمان ويمنع من اتباع الرسالة. لذلك لماذا الكبر ولو ذرة من كبر الله جل وعلا يجازي عليه؟ الذرة من الكبر لا يأذن الله جل وعلا بها ولا يعفو عنها سبحانه وتعالى. الكبر هو الذي يؤول إلى كل شر. المشركون صفتهم الكبر، الكفار صفتهم الكبر، المتغطرسون اليوم ممن يسمون مثقفون ومفكرون من أهل الإلحاد والزندقة وينشئون مراكز في العالم وينشئون ليطعنوا في القرآن ويطعنوا في السنة هم متكبرون على الله. الحقيقة في داخلهم متكبرون، يرون نفسهم أعظم من الرسول، يرون نفسهم أعظم من القرآن، يرون نفسهم أعظم في الوجود، ويرون عقلهم أكمل العقول. والله جل وعلا لخص عدم الإيمان بقول في حالة إنسانية بسيطة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لذلك تأتي اليوم إلى غالب أغنياء الملاحدة أو المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض في أماكن مختلفة، اجعله يعطي أناسا صالحين ولا يعطي في عمل عام
ما يعطي أناسا صالحا، لو أنه في داخله يقول أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، لكن يذهب إلى أمور أخرى خيرية، يظن عامة إنسانية عامة. لكن العاطفة في هذا الأمر بيّن الله جل وعلا أن في نفوسهم كبرا، وهذا هو الذي قاله الله جل وعلا: إن في نفوسهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني ما يستحقونه وليسوا أهلا له. فاستعذ بالله. لذلك لماذا ما حصل الإيمان بدلائل الرسالة ولا بهذا القرآن ولا بهذه اللغة ولا بهذه الحجة؟ الخلاصة في هذه الآية هو مانع الكبر. لذلك من مسالك النفس البشرية التي يجب علاجها هو تخليص الإنسان نفسه من الكبر. لماذا؟ لأنك تصاب إذا مكنت الكبر من نفسك. كبر يأتي لفقير لا ينظر الله إليه، عائل إيش؟ مستكبر، لا لأنه شيء ما له فيه أي شبهة، ما له فيه أي شبهة. إذا أردت أن تحلل النفس البشرية في الدعوة ومن تخاطب، لابد تنظر إلى سبيله وتفكيره ونظرته لنفسه. إذا كان متكبرا فانصرف عنه. الله جل وعلا بيّن لنا أن المتكبرين لا يؤمنون، بيّن أن المتكبر لا يؤمن. لهذا هذه السورة العظيمة فيها الدليل من أول آية على الرسالة، وعلى أن الدليل، لاحظ، البراهين العقدية العقلية على الرسالة هي في القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، القرآن حاكم بأدلته وببراهينه، فليس لنا أن نذهب إذا أردنا الحق إلى دليل خارج القرآن ونقدمه على القرآن. هذا ضلال في المنهج، هذا ضلال في المنهج وفي الطريقة. القرآن أنزله الله جل وعلا هدى وشفاء، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للأبدان، هذا واضح، لكن أيضا هو شفاء للنفوس في المسائل العظام التي اختلف فيها الناس. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأنهم يستدلون بآياته على الحق ويهديهم. لكن الآخر قال: ولا يزيد الظالمين، ظالمين لأنفسهم بالكفر، ظالمين لأنفسهم بالكبر، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن أهل الكبر من ظنوا أنهم بعقولهم حكم على القرآن، وجعلوا القرآن شاهداً والعقل قاضيا، جعلوا العقل قاضيا. طوائف من أهل الكلام جعلوا العقل قاضيا عادلا والشرع شاهدا إيش؟ معدلا. هم يقولون الشرع قاض عادل، العقل قاض عادل، والشرع شاهد معدل. شاهد ومعدل، من الذي عدله؟ العقل. والله جل وعلا بيّن أن القرآن حاكم، حاكم حتى في الأدلة، حاكم في البرهان، حاكم في مسيرة العقل. تستفيد من عقليات القرآن في العقليات الأخرى، تستفيد من دلائل القرآن في استدلالات الحياة الأخرى. الخلاصة أن هذه السورة سورة عظيمة جدا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب الجامع، وقال عنه: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: إن
ياسين قلب القرآن، وبعض العلماء حسنه بطرقه، لكن لأجل عظم ما دلت عليه من المعاني والدلائل الكبيرة في ألفاظها وفي ترابط آياتها. أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم علما وعملا، وأن يجنبنا الكبر في العلم والكبر في العمل، وأن يجعلنا خاضعين لله جل وعلا قولا وعملا، وخاضعين للقرآن استفادة ونهلا وموردا. إنه سبحانه جواد كريم. بارك الله فيكم وبارك عليكم ونفع بكم أمة الإسلام، وأبقاكم ذخيرة وجندا من جند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الله الله في الدعوة إلى الله، الله الله في العدة والعلم النافع الذي تحمله للقرآن والسنة، والرزانة في العلم والتؤدة في أخذ الأمور بعقل ونظر وحكمة، حتى تؤتي الدعوة ثمارها. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تأخر